الملف اللي جاي بخصوص بنت احمد راتب، بنت الفنان الكبير العظيم الله يرحمه احمد راتب. طبعا الفنان احمد راتب كلنا بنحبه، ليه اعمال مهمه جدا جدا جدا، مفيش اختلاف عليه. ويمكن كل الناس اللي اتعاملت مع القدير احمد راتب الله يرحمه ما قالتش عنه غير كل خير. طيب ايه اللي حصل مؤخرا؟ اللي حصل مؤخرا ان في مذيعه في احدى القنوات طلعت وقالت كده على الهواء، قالت انه الفنان احمد راتب خد حكم سنه مع وقف التنفيذ بسبب قضيه وفاء مكي، ان هو شهد زور شهاده زور في قضيه وفاء مكي. وطبعا حضراتكم عارفين ان قضيه وفاء مكي بقى لها كام اسبوع كده واخده لغط كبير جدا على السوشيال ميديا، لان في شهاده جديده طلعت من ميار الببلاوي او المذيعه ميار الببلاوي، الشهادة دي ما اتقالتش من 23 سنة، وهي قررت دلوقتي ان هي تطلع وتقولها، وطلعت وبالفعل وقالت الشهادة دي، والشهادة دي ممكن تكون في صف وفاء بشكل كبير جدا. طيب المذيعة اللي طلعت قالت كده طبعا ضايقت بنت احمد راتب بشكل كبير جدا، وبنت احمد راتب طلعت قالت لو ما قدمتش دليل على ان ده حصل وعلى ان الفنان القدير احمد راتب خد حكم سنه مع وقف النفاذ بسبب شهاده زور، انا هاخد اجراءاتي القانونيه. انا معايا دلوقتي لمياء احمد راتب. يا لمياء. الو لمياء. الو حضرتك سامعاني؟ سامعاكي يا لمياء، مساء الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. طيب قولي لنا بقى يا ستي ايه اللي ضايقك؟ ايه اللي حصل؟ هو الحقيقة أنا وصلني فيديو امبارح من حد من أصدقائي، يعني إنه في برنامج الأستاذة المذيعة قالت فيه بالنص إنه في القضية بتاعة الفنانة وفاء مكي، الفنان المرحوم أحمد راتب والفنان المرحوم ممدوح وافي كانوا ساعتها أخذوا حكم سنة مع إيقاف التنفيذ بسبب إنهم شهدوا زور لصالح الفنانة وفاء مكي. وانا الحقيقه شفت بقيه الحلقه مستنيه اعرف هي كانت مستنده على ايه، او الشاهد اللي هي جايباه يقول الكلام ده كان مستند على ايه، ما لقيتش اي حاجه خالص. هي طلعت شاهد يتكلم تقريبا صح؟ كان في شاهد بس بالصوت فقط يعني. طب هل اسم الشاهد ده اتقال مثلا او اتقال؟ ما اتقالش اسم الشاهد. لا ولا حاجه خالص، هو مجرد الصوت. طب هل الشاهد ده مثلا خايف من حاجه عشان كده مش عايز يطلع يعني؟ انا الحقيقه مش عارفه ليه هي مجرد طلعت صوته بس، يمكن هو رفض ان هو مثلا شكله يبان، لكن هي ولا تقال اسمه ولا اصل رفض هيرفض ليه؟ اصل مفيش حاجه تخوف، دي قضيه بقى لها 23 سنه. ده شيء اللي يخوف في الموضوع يعني. الحقيقه مش عارفه، يمكن برضو ده من مجريات الحلقه انه يبقى فيه سسبنس مثلا، او انا مش عارفه الحقيقه والله يعني. يعني حضرتك مش متاكده ان ده ممكن يكون؟ انا ما همنيش في كل اللي سمعته الحقيقه غير الزج باسم والدي الله يرحمه في شيء في اتهام ما هوش هين يعني. انا في ناس كانت بتعارضني وبتقول لي يمكن كبره الموضوع خلاص، يمكن غلط، هي مش غلطت، قالت مثلا انه اتخانق مره مع حد، دي كبيره من الكبائر ان ابويا يتهم بيها وانا لسه على قيد الحياه، ده شيء عمري ما هسمح بيه، خصوصا انه انا. طب هل يعني عندك معلومات هل ايام قضيه وفاء مكي فعلا الفنان احمد راتب طلب للشهاده ولا لا؟ عندك معلومه خالص زي كده؟ يا فندم اكيد طبعا عندي معلومه، ووالدتي كمان مرجع اساسي يعني، الحمد لله ربنا يديها الصحه لسه موجوده. هو لم يكن له اي علاقه بالفنانه وفاء مكي، لا شخصيه ولا عمليه يعني، حتى ما اشتغلش معاها اي اعمال، وكان وقتها بيتابع القضيه من الجرايد يعني، بيسمع عن القضيه ومجرياتها من الجرايد. وانا عرفت من ساعتين بالظبط انه في حد من الاعداد كلمني في البرنامج اللي هو حصل فيه الموضوع، وقال لي انه حصل لخبطه بين اسم استاذ احمد راتب واسم فنان تاني احمد برضو، بس يعني انا مش حابه اقول الاسم كله. فانا الحقيقه طلبت منهم انه يعني ينزل تطلع تعتذر توضيح بالظبط. هي الاستاذه كتبت بوست عشان برضو اكون انا حقانيه، كتبت بوست وقالت انه انا غلطت ان انا قلت حاجه ما فيش معايا ليها اي مستند رسمي، فانا بعتذر لعائله الفنان احمد راتب. والبوست ده كان من ساعتين تقريبا، بعدها قبل الاعتذار اهم حاجه ان انت تكوني قبل الاعتذار.
اكيد قبل الاعتذار، لانه انا مش عايزه اكتر من كده. انا ما عنديش هدف غير ان انا ابقي على سيره ابويا الطيبه، وده اقل شيء اقدمه له كانسان قبل ما يبقى فنان حتى. طبعا لا، وهو كمان فنان قدير يعني طبعا، وقدم ادوار مهمه جدا جدا، وكل الناس اللي اتعاملت مع الفنان احمد راتب ما بتجيبش في سيرته غير كل خير الحمد لله، يعني سايب سيره طيبه يا لميا. بالظبط، دي السلوى الكبرى في الموضوع، انه الناس فاكراه بالخير، هو ده اللي بيصبرنا يعني طبعا بعد ما فقدناه. ف يعني الحمد لله طبعا بشكرهم ان هم يعني اهتموا ووضحوا بشكل او باخر يعني. بصي يا لميا، انا هقول لك حاجه برضو معلومه تبقى معاكي. المكان اللي حد يعني زمان لما كان حد بيغلط في حد مثلا في مقال او في عنوان في جريده، كان لازم يتم الاعتذار في نفس المقال وبنفس الفونت وبنفس كل حاجه. فلو حد غلط فيا وهو ما عندوش اي مستند حقيقي ان هو يغلط فيا بالشكل ده، فلازم يتم الاعتذار بنفس الطريقه وبنفس في حلقه من الحلقات. بالظبط يا فندم، وده اللي انا طلبته من الاستاذ اللي كلمني من فريق الاعداد، وقلت له بس يعني مشكورين، اتمنى ان حضراتكم التوضيح ده يتم يعني قدام الكاميرا يعني. طبعا طبعا. فقال لي احنا طبعا ان شاء الله، وانا يعني هتواصل مع بقيه الكاست وكده ومفيش مشكله. فانا منتظره ده دلوقتي، لكن خليني برضو اكون صريحه مع حضرتك، انا يعني بعد اعترافهم على الاقل انه اكيد في حاجه غلط، يعني بالنسبه لي برضو اسلج شيء في قلبي يعني. هم قالوا لك ان هم اتلخبطوا في الاسم صح؟ كان في كان في لخبطه في الاسم، ونزل من الارشيف صوره لخبر وقت القضيه مكتوب فيها اسماء الفنانين اللي كانوا يعني شهود في المحكمه، وكان أيوة. فيهم حد اسمه احمد حاجه يعني. أيوة. فهي دي بس اللي عملت اللبس. لكن يعني خليني اقول برضو الحمد لله، ربنا كل فتره كده بيسبب الاسباب ان الناس تفتكره وتدعي له، وده يعني ده كفايه عندي والله. طيب يعني الحمد لله. انا بشكرك جدا لمياء احمد راتب، بشكرك جدا جدا.